صلى على النبي يا جماعه، لازم ندي القادسيه حقه. احنا اتكلمنا في فيديو واحنا جايين كده بعد المباراه عشان نقول ان النصر فين، النصر فين، النصر جمهور النصر. انا مش عاوزك تزعل، انا عايزك تتعلم من الاخطاء اللي بتحصل معاك عشان تستفيد، والناس اللي بتنتقدك اسمع منها عشان تستفيد، عشان تعالج النقط اللي عندك. المشاكل اللي عندك انت مش عاوز تسمع ليها فمش هتشوفها، فهتخسر كتير. اللي انا بتكلم عليها من الموسم اللي فات وبقول لك ان النصر عنده مشاكل كبيرة جدا. النهاردة استحواذ 66% لنادي النصر و34 لنادي القادسية. تصويبات على المرمى 20 تصويبة منهم 7 على المرمى لنادي النصر، زائد او في المقابل 10 تصويبات منهم 6 على المرمى للقادسية. بس ايه الاستحواذ الايجابي وايه الاستحواذ السلبي؟ اللعيبة عند القادسية بتلعب بوازع الهدف ان انا اعود للبطولة، ان انا اكون موجود في المربع الذهبي، ان انا اثبت وجودي، ان انا فريق بنافس تصحيح المسار وتعديل المسار. اللعيبة عند النصر، النصر السعودي بتلعب كل واحد عشان ان انا ايه الاسم. النهاردة كريستيانو رونالدو بيسجل هدف عشوائي، هدف النصر اللي تسجل عشوائي، كرة عرضية وقعت من ايد الحارس راحت في ارتباك، كريستيانو رونالدو حطها جون، هدف عشوائي خالص. الجمهور عمل هيصة، كريستيانو رونالدو هسجل جون، ولا مع انه هدف عشوائي. فين الجملة اللي فيه؟ مفيش جملة. ايوه زي ما بكلمك بجملة، لكن لما تيجي عند هدف او هدفين القادسية النهاردة، الهدف الاولاني والهدف الثاني، انه اجمل من الثاني؟ الهدفين من اجمل اهداف الموسم في دوري روشن، مش في دوري روشن بس، في الكرة اللي انت بتتفرج عليها في العالم. الهدف الاولاني كرة عرضية مرسومة لراس الحربة، بيستقبل الكرة على صدره وبيحطها على رجله في منطقة جزاء النادي النصر، بيخلي لعيبة النادي النصر فرشوا بيبيعوا سبح، بيبيعوا ترمس، بيبيعوا أي حاجة. لعيبة النصر في منظر سيء، اللعيبة فرشت في منطقة جزائها. يعني أنت لما تقول لي إن اللعيب القادسية راس الحربة يجي يستلم في منطقة جزاء النصر السعودي وياخد الكرة وينزلها تحت على رجله عشان يلعبها بالشكل ده، واللعيبة مفروشة وحارس المرمى مفروش، فرش ده الجمهور فرش. هو تقول لي ان النهاردة، تقول لي طب اقول لك فيها ايه؟ ما هي باينة قدامك. يعني انت عايزني اقول لك ان الجون الاولاني للنادي القادسية وحش؟ 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 ده انا محتار. طب الهدف الثاني، الهدف الثاني انت اتفرجت وشفت بنفسك، يعني انت اقول لك ايه؟ الهدف الثاني يا جماعة ايه الروعة والجمال ده؟ ما انا محتار. الفريق شغال، ناس عايزه ترجع وتبقى موجوده في البطوله. يعني الكره التصليح ازاي؟ الكره ملعوبه على البعيده، وزي ما تكون التفكير احنا هنعملها كده، ويريحها للاعيب التاني بهده تصليحه. مين اللي عمل الاسيست ده؟ مين اللي عمله؟ اللاعب اللي عملها العرضيه الطويله عشان راس الحربه، يديها لراس الحربه التاني المهاجم بهده عشان يحطها في الشباك الفاضيه، وخرج لعيبه النصر بره الدنيا كلها. احنا خرجنا من الجمله دي، بنقول الكره خلاص خرجنا، خرجونا والشباك بقت فاضيه وسجلوا الهدف. يعني وصول ايجابي، تسديدات ايجابيه من نادي القادسيه النهارده، تسديدات ايجابيه من نادي القادسيه. لكن نادي النصر السعودي وصول عشوائي كله بالمرة. فين الجملة التكتيكية؟ النهاردة تقول لي النصر بيلعب 4-2-3-1، والقادسية بيلعب 3-5-2، هي مش هي دي القضية في كرة القدم، مش هي دي القضية. قضية الهدف والطموح والعزيمة اللي موجودة عند اللعيبة. اللعيبة عايزة ايه؟ الشكل الجماعي في الدفاع والهجوم عند نادي القادسية، والشكل الشخصي اللي عند لعيبة نادي النصر السعودي، كل واحد بيثبت وجوده ان انا اهو موجود في افضلية، احنا عندنا استحواذ، احنا بنوصل، احنا بنجري، انا صوت، انا شط، انا سجلت، انا كريستيانو رونالدو. الموضوع ده مش موجود عند نادي القادسية. الكلام ده انا قلته ان نادي النصر لو استمر بهذا الشكل هيقبل عنده مشاكل كبيرة جدا، وهتلاقي النصر في تأخر ثم تأخر ثم تأخر. النهارده لما تيجي تقول لي الجمله الكليه والجزئيه
والشكل العام عند نادي القادسيه اقول لك رائع متميز. ما تقوليش بقى ان نادي النهارده نادي النصر 66% استحواذ، عمل بيهم ايه؟ تصويبات بالمرمى عمل بيهم ايه؟ يعني انت لما تيجي للكوره كوره مش شاطر في نص الجون وخلاص، لكن انت شفت القادسيه بتوصل ازاي؟ الاهداف اللي دخلها نادي القادسيه اهداف تدخل ما تطلعش. النهارده الهدفين يدرسوا، سواء الهدف الاولاني ولا الهدف الثاني. الهدف الاولاني خلى اللعيبه يعني معلش فرش لعيبه النصر، فرش لعيبه النصر. انت هقول لك ان الهدف كريستيانو رونالدو اجمل من هدفين القادسيه عشان ارضيك. هل جمهور النصر لما اقول لك ان هدف كريستيانو رونالدو اجمل من هدفين القادسيه انت هتفرح؟ لا، دي الحقيقه اللي قدامك. ما تبص وشوف اللعيبه بتاعتك بتاعت النادي بتاعك اتفرشت وفرشت في سوق الجمعه. الجون الثاني اتخرجوا بره الدنيا، خرجوا بره الشاشه وبره التلفزيون وبره الاستاد، واللعيبه مطوحوهم. الواد بالكوره ميته رايحه كده، احنا كلنا خلاص الكوره ده هيلعبها رايحه، راح غمزها كده حارس المرمى بتاع النادي النصر طلع بره الاستاد واللعيبه طلعت بره الاستاد وخلاص، والواد راح حاططها في الشبكه. حاططها في الشبكه، احنا بنتفرج بنشوف الكوره ازاي. لعيبه النصر فين؟ الكوره النصرويه فين؟ خلاص تعالى قول لي بقى الماتش الجاي نلعب الاستحواذ وهنعمل كذا كذا كذا. طب فين الدوري؟ فين كاس الملك؟ فين النصر في المنافسه اللي كنا شايفينه السنه اللي فاتت؟ كلمنا الكلام ده بدري، جمهور النصر هاجمنا، جمهور مش عارف ايه. النهارده القادسيه انت تضرب له تعظيم سلام في الهدفين. القادسيه النهارده تضرب له تعظيم سلام. النهارده اللعيبه دي بتلعب بشكل والمعدل البدني ان انا بحافظ على نفسي وبلعب بشخصيه القادسيه اللي واضحه نفسها قدامك دلوقتي، اللي بتكسب النصر السعودي في ملعب النصر ووسط جمهوره 2-1 2-1 ومنتدى يستحقها القادسيه. التفاصيل دي اللي انا عاوز اقول لك حاجه، ان انت تهتم بالشكل الجماعي داخل الملعب بدل الشكل الفردي. لعيبه النصر السعودي بالشكل ده هل هتستمر في المنافسه؟ هل هترجع؟ هل هتحقق بطوله زي ما انت شايف كده؟ الكلام ده اللي بقوله من بدري. لكن القادسيه بيقول لك النهارده انا راجع. الشكل الجماعي اللي انت شايفه مش حكايه ان انا هستحوذ اكتر واقل، لا، بس الجمله بتاعتي اللي بوصل بيها جمله. الوصول وصول. ما انا بعدلكش ان انا وصلت كم مره. حته ان انا اوصل كم مره دي، لكن الوصول المؤثر، الوصول الايجابي الفاعلي عند نادي القادسيه اجمل واقوى من كتير جدا من نادي النصر، رغم ان النصر بيلعب على الارض وسط جمهوره. الامكانيات بتفرق كتير جدا. تحياتي والف مبروك لنادي القادسيه وجمهور نادي القادسيه، وهارد لك للنصر السعودي وجمهور نادي النصر السعودي. والنصر زي ما بقول لك كده كلمتين خلاصه، يعني يسمعوهم ما يسمعوهمش لازم يبقى في اعاده ترتيب واعاده اهداف واعاده اعداد اهداف للطموح. انتوا عايزين ايه؟ عايزين ان كريستيانو يبقى هداف الدوري، ولا كريستيانو يبقى يدخل يسجل 1000 هدف، ولا كريستيانو يبقى ليه شويه كده خلاص كريستيانو هيمشي؟ طب ما بعد ما يمشي، انا بتهيألي الموضوع هيتحسن عند النصر، بس عايز محاضرات للاعيبه النصر ان انتوا جايين عشان تحققوا بطوله، او لعيبه جعانه للبطوله، لعيبه جعانه تبقى عندها طموح والهدف. فتره توقف ويرجع النصر يتغلب. بدايه دوري والنصر بيخسر بنقط. البدايات عند النصر سيئه. ايه الموضوع؟ انا قلت اللي عندي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.